شخصيتان متناقضتان تلعبهما في الموسم الدرامي الحالي الفنانة الكويتية غدير السبتي، حيث تشارك في المسلسل سيل وهيل الذي يدور في إطار الكوميديا الخفيفة مع نخبة من الفنانين وأبرزهم حسن البلام وانتصار الشراح، كما تشارك في المسلسل الاجتماعي دموع الأفاعي الذي يطرح سلوكيات ومواضيع اجتماعية شائكة وتجسد فيه دور امرأة شريرة. يعني والله يعني الله يرضى، يعني الله يرضى يصير خدامة. وثول 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 شفيك؟ ايش فيني؟ يعني الله يرضى، الله يرضى انا اصير خدامة حق منيرة؟ ايش حاطك؟ ايش حاطك؟ شنو هالريحة؟ شنو هالخبرة اللي براسك؟ شفيك؟ طبعا خبرة، لأن قاعدة أنظف الغرفة حق منيرة وعيالها، آخر عمري صرت خدامة. خير ايش عندك؟ كنت رايحة الجليب. ايه وبعدين رايحة الجليب شفتي؟ رايحة مكتب خدم هناك ولا ايش عندك بالجليب؟ ايش عندي يعني؟ رايحة اترس ماي بالجربة. بعدين علامة، علامة قاعد تنظف سيفك بقفشة شكر. ولتفاصيل أكثر حول المسلسلات التي تقدمها في رمضان والجديدة، أرحب في الاستوديو بالفنانة الكويتية غدير السبتي. أهلا يا غدير، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية جميعا إن شاء الله. مسلسلين مختلفين جدا، واحد فيهم طالعة يعني بدون مكياج وشعرك منكوش وبتصرخي، حكي لنا على الاختلافات في الأدوار. أنا وايد أحب الأدوار الغريبة ووايد أحب الكاركترات. يعني ما أحب أني أطلع البنت الحلوة الجميلة الفول ميك اب اللابسة في يعني دموع الأفاعي الحقبة الثانية، لأن شخصيتها تلبس وماركات ومكياج، قاعدة أسوي الشخصية اللي تتطلب مني. بس أنا غدير ما أحب الشخصية اللي تكشخ، أحب الشخصية اللي بدون ميك اب، ملابس عادية، الكشة. استمتعت وايد بهالحقبة وايد، حتى في ناس الحين يكلموني يقولوا لي حرام هالحقبة ما كانت 30 حلقة. بس من وجهة نظري لو كانت 30 حلقة راح تكون شخصية مملة. إيه فالتغيير بالنسبة لك جيد. هل في عمل من العملين أقرب لقلبك؟ لا، اثنينهم أحبهم وايد، كل واحد فيهم يعني ستايله غير وقصته غير والحياة عنده غير. سيلو هيل أحبه لأن أنا وايد أحب الكوميديا. أنت إنسانة ضحوكة فعلا صراحة، يعني من أول ما دخلتي اليوم وأنت جالسة بتضحكي معنا وبتمزحي. طيب بما أنك يعني علقتي على موضوع أنك تحبي تلعبي كاركترات، أنت أستاذة في التمثيل وأنت عندك دكتوراه في هذا الموضوع، رغم أنك ما تحبي أحد كثير يقول لك دكتورة، بس إيش رأيك في المشهد الدرامي الخليجي هذه الأيام؟ إيش رأيك في النظرة اللي هو أنه دايما بكى ونكد وما إلى ذلك؟ شوفي، إحنا عندنا افتقار للنصوص سارة. وايد ناس قاعد يعني يعلقون انه بس كله نكد وبكي، ما عندنا نصوص حقيقة، ما عندنا نصوص. وبعدين ما عندنا كتاب يكتبون كوميديا، قليل قليل قليل. ترى الكوميديا وايد صعبة، مو اي احد يقدر يكتبها. بعض المرات تصير ان الحدث الكوميدي ما ينكتب، لا يعني على الهوى يتسوى. ترى اوكي سيل وهيل ترى مكتوب، لكن الكلام الكوميدي والقطات واللوية ترى الشباب هم بنفس الوقت يقولونها. فما عندنا كتاب يكتبون كوميديا صح، ما عندنا. إذن أنت بتحمل النص يعني والكتاب طبعاً. مشكلة طبعاً. هذا الموضوع. طيب أنا بدي أتكلم معك كمان سريعا في بعض الأشياء اللي دايما متداولة عنك في السوشيال ميديا. خلينا نبتدي بالنقطة الأبرز اللي كل مقاطعك كل أشيائك بتكون تحتها مكتوب عاملة لابسة باروكة ولا عاملة زرع شعر. إيش قصة الشعر؟ الناس ما تعودت أن الشعر يكون لاين واحد. ويمكن الناس تعودت ان الشعر من قدام يكون خفيف، وانا الحمد لله يعني من الله ان شعري عبيد. في ناس تدرين كاتبه ان ما في بيبي هير، الله انسانه ما عندها بيبي هير، زي من الله. وارد ترى بعض المرات اعلق وارد اقول والله العظيم من الله، والله من الله. احنا وراثه ساره. ايوه ما شاء الله، احنا وراثه من ام وابو. يعني مو بس من ابو او ام، لا احنا من ام وابو الشعر عندنا كثيف وعبي. وانا امي دائما اقول لها لو انت انسانه مو ملتزمه ومو متحجبه كان صورتك بس علشان اسكت الناس. اي بس انت كمان ساهمتي في الموضوع لما قلتي لهم مره يمكن انا عامله زراعه. تعبت، خفت من العين.
شعري الحين احترق، العون كان لهني ين الحين احترق راح الشعر. بس انت عملته الخط كده مستقيم من قدام؟ لا هو كده هو من الله. انا حاطه صوره عمري 22 سنه صار الشعر لهني ما شاء الله. لما كنت اسولف مع عمي كان يقول لي لا تسولفي معاي يعني اتنرفز من شعرك، صار شعري شفتي الحاجب لاصق بالحاجب. ايه أوكي. يعني الحين بعد خاف شويه ها. ايه صار من كثره التعليقات غالبا. طيب يعني اوكي هذه نقطه دائما، لانه فعلا شيء يعني غريب، ما شفت لك مقطع ولا تحطي صوره الا اشوف تعليقات الشعر. أيوة. كان شيء ملفت. طيب ننتقل لموضوع اخر اللي هو عندك انت راي خلينا نقول سلبي في ظاهره الفاشينيستات، مره تكلمتي عنهم وكان رايك شوي قاسي، قلتي انه هذا حدهم يزوروا المطاعم يصوروا ملابسهم وهكذا ما عندهم اي فرصه. خليني شوفي خليني اوضح لك هالنقطه. الحوار اللي دار بيني وبين المذيع ترى كان مكمل بس للاسف ما تحطت التكمله. طيب. التكمله كان يسالني سؤال، هل انت مع دخول الفاشينيستات عالم التمثيل؟ قلت له لا لا لا، لان الفاشينيستا ايه هي فاشينيستا يا اخي، ليش تزعل؟ في وايد ناس زعلوا مني، ما انت هذه شغلتك، انت فاشينيستا. عندها موهبه. عندها موهبه وكان هذا السؤال وسالني اياه. لو عندها موهبه قلت اهلا وسهلا وحياها الله، واحنا اللي راح نساعدها واحنا نوقف معاها. لكن في وحده من الفاشينيستات ما راح اذكر الاسم دخلت عالم التمثيل وما نجحت وكانت الحلقه الاضعف بالفيلم. مع احترامي لها تهبل واحبها وكانسانه وايد اعشقها، لكن كتمثيل لا سوري كانت سيئة جدا والأضعف، وأنا من الناس اللي نقدت وقلت ما ليش ما خلوا ممثلة. لا الفيلم يعني معروف، هو الفيلم معروف واللي يشوفني راح يعرف منه إيه هي، لأن هي الوحيدة اللي مثلت فيلم وكانوا ثنتين وثنتينهم كانوا سيئين والحلقة الأضعف بالفيلم كله. فأنا مو ضدهم، أنا معاهم، بس سوري الفاشينيستا تعودت تطلع بفول ميك اب، تعودت تطلع بفول اناقه، ما راح تطلع بدون مكياج. انسي انسي لما يعطونها دور واحده فقيره تطلع بدون مكياج ما راح تسويها صدقيني، لان تعودت الناس تشوفها بنظره معينه. بعدين انا ما قللت من قيمتهم ولا من احترامهم، بالعكس. لا بس لما تقولي يعني دحين مثلا بتقولي انه ما يعني ما حد عمرها تطلع من غير مكياج، ما نعرف يمكن واحده منهم حتكون عندها جرأة تطلع من غير مكياج، هذا اولا. ثانيا لما تقولي هذا حدها تصور ملابسها ومطاعم، ما هي كذي، هي فاشينيستا، هي هي شنو الفاشينيستا ساره؟ اوكي تدري شنو معنى الفاشينيستا؟ بنت اعلانات، بنت تسوي دعايه، مو هم عندهم يعني يمكن هي كذي الفاشينيستا، يمكن عندهم راي مختلف. في كل العالم، في كل العالم هذه الفاشينيستا، ليش تزعل؟ هي كذي تسوي دعايه، تسوي دعايه برجر، تسوي دعايه دراعه، تسوي اي دعايه في الدنيا، وبالعكس عندهم متابعين وايد والناس قاعد تتابعهم، وبالعكس انا عندي وايد رفيجات فاشينيستات. وفي وحده منهم طلعت وعلقت وانا ما رديت بالتعليق، ما رديت لما نيت، قالت وحده كومبارس تتكلم عن الفاشينيستات وتقول عن الفاشينيستات، وهي هي شنو تكلمت؟ قالت احنا ناخذ على العرض مثلا او على الدعايه 500، كنا 500 والحين وصلنا ل 1000 و2000. سوري انا ما اتكلم عن الفلوس لان انا شايفه خير، انا انولدت شايفه خير، انا ما حتى لما اني طرحت الموضوع ما طرحته بفلوس ابدا، لا طرحته انه عن دخولهم. أيوة. الفن. طيب يعني انت بتقولي على موضوع الكومبارس وكذا، انت بديتي متاخر في موضوع الفن بس يعني عملتي اعمال وبدا اسمك يعني يتصدر التترات، خلينا نقول يعني ما بيكون الاسم الاول لكن بيكون من الاسماء المتصدره. هل اليوم غدير السبتي تقدر تبيع عمل وهي تكون بطلته واسمها يبيع؟ ان شاء الله، انا حاطه تارجت 100% ان شاء الله، اذا تعبت على نفسي اكثر واكثر راح ابيع، اكيد راح ابيع، لان انا عارفه قدرات نفسي بالتمثيل. يمكن في وايد ناس يعني مثلا ساره انت عارفه قدرات نفسك بالتقديم، عارفه انك انت مذيعه ما شاء الله شاطره ومتمكنه، انا عارفه نفسي ان انا متمكنه بالتمثيل او عندي هالثقه وايد بنفسي. زملائي بيسالوا بتتكلمي عن مين لما قلتي عني شاطره.
لا والله شاطرة وأنا وايد أحبها صدقوني لو مو شاطرة ما تعنيت لها. شكرا. طيب وخلينا يعني بما أنه كمان بنتكلم على جديدك وأنك أنت حاطة لنفسك تارجت, أنت عاملة كمان مسرحية إن شاء الله قريبا, إذا تحكي لنا أكثر عن هذه المسرحية. المسرحية راح تنعرض بالبحرين, أول مرة راح أقابل جمهور جديد علي, وإن شاء الله يا ربي أن أستمتع فيه من إخراج الأستاذ خالد أمين. الممثلين معي يوسف البلوشي, محمد صفر, عبد المحسن القفاص, خالد البريتشي, نرمين محسن. الساحة اليوم مليانة نجوم وفنانين في صعود, يعني صار يعني ما أعرف أحس ما صار في مساحة أنه لقي أحد مثلا زي القديرات سعاد العبد الله وحياة الفهد, الساحة صارت مزدحمة, بتشعري بهذا الشيء؟ الحين ما شاء الله إيه, أول ترى أول دخول الكويتيات قليل 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 جدا, الحين ما شاء الله صرنا لا المنافسة خلاص أصعب, المنافسة صارت أصعب حتى مع يعني وجود ما شاء الله شباب كم هائل صار, إنه أنت لو تشوفين الشباب ترى أكثر من البنات, الشباب الحين ممثلين أكثر من البنات, أول منو تلاقين كويتي قليل قليل, منو تشوفين كويتية غير سعاد وحياة الكبار يعني في العمر. الحين لا ما شاء الله صرنا عادي ندخل للفن وصار عادي, يعني أول العادات والتقاليد والأهل ما كانوا يرضون, بس الحين لا شافوا أن الوضع طبيعي. هذا كان يعني بسبب تأخر دخولك الفن كان معارضة الأهل؟ لا الدراسة. الدراسة إيه؟ أنا الدراسة وبعدين لقيت معارضة شديدة. أنا من عائلة يعني أمي إنسانة جدا ملتزمة جدا, لقيت معارضة شديدة شديدة شديدة, يلا. بس الحمد لله مش بعدين الحال. خلاص إيه. لا أنا أقول لك شلون مشى الحال سارة, لما شافت إن أنا قاعدة أقدم رسالة نظيفة وما فيها تشويه لا حق سمعتي ولا حق العائلة ولا حق مكانتي ولا حق مكانتها, حبت وايد حبت الموضوع, بالعكس تدق وتشجعني. تويت لي رسالة من أبوي قبل لا أدخل الاستديو, وايد حبيتها وايد تشجعت. جميل جدا, نحن بنشكرك جدا على وجودك معنا. كانت معنا في الاستوديو الفنانة الكويتية غدير السبتي. مشاهدينا فاصل ونكمل.